أتينا إلى هذا الحي بحثا عن الحاجة سالمة التي فقدت ثلاثة من عائلتها. الأخير كان في ثورة 17 فبراير منذ أيام، لكننا اكتشفنا أنها هي أيضا رحلت. دعونا ندخل ونتعرف عن وضع العائلة بعد رحيل الأربعة أشخاص. كيف حالك؟ تفضل. الحاجة سلمى وين؟ الحاجة سلمى توفت نتيجة المرض الشديد اللي أصيبها، أصيبت بالوباء الكبدي والفشل الكلوي والسكر والضغط وضعف عضلة القلب نتيجة شدة المرض اللي أصيبها من قتل عيالها الاثنين. كم كان عمر ابنك؟ ابني كان عمره 23 سنة. هل كان يحمل السلاح؟ كاين ماشي بصدره، ما عمره ما مسك سلاح في يد، ما عرفناش السلاح الا توا في الاحداث هذين. كيف توفى؟ توفى ضرب ب 14 ونص في وجه قدام الكتيبه نتاع الفضيل بعمر. كاين راكب على السور وكاين ثاير، نتيجه ان الناس اللي جوا كانت تساند هالعميل هذا، العميل هذا يعني ما خلفش في الاسره خير من اول ما وعوا على الدنيا. هو مواليد 1988، ما شافش يوم فيه خير. هذا ابني مواليد 1988، وهذا اخويا اللي اصغر مني مواليد 1976، وهذا اخويا اللي اكبر مني متجوزت انا وياه في يوم واحد. هو جات بنيه وتوا قاعده موجوده في مصراتها. بعد ما طلع الجثمان كلها اللي غير متعرف عليهم طلعوهم برا من الثلاجه، فضلت هذه بس الوحيده. فاستدعوني المستشفى، قالوا لي يا سي الحاج تعال مره ثانيه. جيت مره ثانيه قالوا لي شنو؟ قالوا لي شن لابس؟ قلت لهم انا مش لابس، مش حنقول لكم، لكن الصديق اللي كاين جارنا هو ماشي هو وياه، عنده صوره في النقال مصوره اخر لقطه. فقالوا لي ريت جيبها لنا، فجبنا الصوره من اول بتاع الثلاجه، شاف الصوره في النقال على طول رمى النقال وضبطني وقال لي يا سي الحاج عظم الله واجره. قلت له كيف يعني؟ انا ثلاث ايام بندور فيه، كيف عظم الله واجرك في ابنك هيك يعني من الصوره بسيطه هيك في المقال تقول لي عظم الله واجرك؟ فقلت له لا ضروري نشوف، ضروري تحلي الثلاجه نتاع المعتم هذه ونشوف الميت هذا بعيني. لما فتح الجثمان وحل السوسته نتاع الكفن، انا من اول ما حقيت صرته بس بدون ما نطلع على باقي جسم عرفت، حقيت صرته قلت له هذا ولدي. قال لي كيف عرفت يا سي الحاج؟ قلت انا اعرف ولدي من صرته، يعني من صرته وصر ولا باين شويه من هذا. فلما تكمل باقي فتح السوسته، لو ان العدوك مضروب ل 14 ونص قصي الى راسه بكر بالرصاص، يعني خارق حارق. قاعد في مخيلتي لعن تو انا اشوفه في الثلاجه، قاعد بين عيوني اشوف فيه في الثلاجه ولد، يعني شاب صغير في عمر الزهور، يعني شنو ذنب عمره ما مسك سلاح في حياته. شو بتقول للي اطلق رصاصه على ابنك؟ شو بتقول له؟ نقول الله لا يسامحك، الله لا يسامحك لا دنيا ولا اخره، انك انت قتلت شاب بريء، شاب في عمر الزهور، ما زال حتى الحياة ما خشش فيها حياتها كلها، ما زال ما ليش هيك؟ ليش يعني؟ ليش مش ببلادك هذا يعني؟ شنو اللي خليك تدعي انك انت تضربه بال 14 ونص في وجه يعني؟ شنو اللي خذاه منك والله خليته منه انت؟ هو يدافع عن بلاده ويبي حريته في بلاده، شو المشكلة يعني؟ الحرية اللي حرمنا منها 42 سنة ما سداش هو وعياله، يبي ياخذوا عقاب جيلهم الاخر، جيل عيالنا نحن الصغار، شن ذنبهم؟ كان عاشوا حياتهم مستقرة وحياة آمنة كيف الدول الأخرى. شو رأيك بالثورة اللي قاموا فيها الشباب الحين؟ أنا تو مش وجعتني الثورة، أنا وجعني لوين اللي راحوا ضحيات. أنا شايل حيرة الشباب اللي يطحن فيهم بالطيارات والصواريخ. هذا ولد حرام، أنا قلت لهم تحملت 40 سنة، تحملوا عامين ولا ثلاثة خبطة بي أنزع ربي. هيك برنا يا سيد برنا، برنا سبيبة أنا وينها؟ احنا حارتين فرد مغادي كملنا، لان هذا ما عندش دين، ما عندش بالله. هذا النهار خرجوا عليه ولدي وجماعته في الحال، قالوا انت كافر ما يصليش وراك، كافر ما يصليش ورا سعيد، تو اللي يصلي وراه مقبوله صلاته ويدمع في المنادمين. طول بالك.
حسين بعيشته نصف الليبيا. كم عمره هذا؟ هذا توفيته كم؟ 22 ولا 21؟ 76 هو متى؟ توفى ب 97 ولا كم؟ اه في 98 توفى. 26 سنة ساعة توفى هذا منصور. وهذا علي تبكوا عليه جيران كلمتي. الله تبكوا عليك.